السلام عليكم أصدقائي، طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم معنا أغنية عراقية قديمة ولكن كتير حلوة، أغنية حايرة، ويلا نبدأ. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أصدقائي. إذن معنا أغنية حايرة، أغنية كتير حلوة وجميلة، قديمة شوي. بعتقد أصلا للفنان صباح الخياط، الفنان العراقي، وغنوا أغلب المطربين العراقيين. أغنية قديمة عمرها بحدود 30 سنة تقريبا أو أقل شوي، ما بعرف بالضبط. إذن مبدئيا الأغنية من على الكرد، مقام الكرد، إيقاع تبعها بيجي رومبا، او فيكم تشتغلوا الايقاعات اللي تجي 2/4 او 4/4، رومبا او عدني او جنوبي او هيوا، ولكن جنوبي هيوا هالقصص بتكون بدها تكون السرعه باول الثمانينات. الرومبا دوبل تعرفوا، حاطون هلا على 160. تمام، هلا خلونا نفتح نعملكم فورا تقسيم صغيري صغيري وطق غناء و نرجع نشرح فيها على قلم المهل. احنا ناخذها من على الصول، نرجع ناخذها نشتغلها كمان على الري وعلى اللا. تمام شباب، خلونا نبدا. اذا نعمل تقسيم صغير صول ومنفوت فيها. شباب هلا نعطيكم الصولو ونرجع نشرح للكل سوا. تمام، هاي الصولو تبع الأغنية يعني خفيف وبسيط كتير، ما فيها كتير يعني العذاب. ناخذ الغناء اللي بيجي بالمقطع الثاني بما انه قصير. خلينا ندل الطريق نمشي، اولا واضح خلنا نعرف تالي. خلينا ندل الطريق نمشي، اولا واضح خلنا نعرف تالي. باقيه نص الدرب نحتاره، ما تعرفين هذا العشق وسراره. باقيه نص الدرب نحتاره، ما تعرفين هذا العشق وسراره. والسهر ذبل سواد عيونك حايره، والشوق بين عيونك. هي كاملة شباب، عملنا لكم المغنى القطعتين والسولو. هلا خلينا نبدا نشتغل فيه على مهلنا. تمام، السولو مبدئيا
ما بعرف يمكنها في سولو تاني غيره، ولكن هذا سمعته أنا من أكثر من مطرب بيعزفه نفسه، يعني تقريبا قريب على المغنى التاني. نشتغله كمان مرة تانية بشكل أبطأ، أي قانون معليش. ناخذ كمان صوت. هذا السولو ما في شيء ثاني. هلا خلونا نبدا بالمغنى. المغنى الثاني. هذا والشباب ما في أكثر من هيك. هاي هي الأغنية، ناخذ لكم إياها من علامة تانية من الله. خلونا ناخذها، نبدأ بالسولو. هيدا السولو، هلا ناخذ بالمغنى. المقطع الغناء الثاني. بينعد مرتين طبعا. تمام شباب، هلا في شغلي بدي لكم اياها قبل ما نطلع الري. هاي تبع بتكون بقلب الأغنية يلي كلامها بيكون، هاي تبع باقية نص الضرب محتارة، فيكن تاخدوها هارموني. باقية نص الضرب محتارة، تتعرف هذا العشق وسرارة. تمام، يعني فيكن تطلع حلوي على الهارموني. خلنا ناخذ هلا بقى نروح على علامة كورد الري. ناخذ السولو فورا.
هذا الصولو خاصي منه. نبدأ بالغناء. الثاني فورا على باقية. هاي شباب ما ضل شيء غير هيك، أغنية حلوة وبسيطة وبنفس الوقت كتير حلوة ومطلوبة. خلونا هلأ نشتغلكم إياها هلأ هيك نظامي مع الإيقاع وعزف، ونكون خلصنا هيك من الفيديو. بتمنى يكون عجبكم، ما تنسونا باللايك، أعطونا لايك. كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة، تحياتي لكم والسلام عليكم.